نكمل معاك. خالد فهمي يعني مسيرتك في المنتخب الحمد لله راضي من 2008 ل 2000 بريسك 15 كانت لازم تكون افضل. كانت بينسو عشت برشا بطولة افريقيا خالد، منهم من بطولة افريقيا اللي تكلموا عليها برشا عادل الشاذلي حمد الحرباوي، شنو رايك في الكلام اللي قالوه خالد بخصوص الانضباط في مجموعه وقتها؟ عندي ما نقول بالنسبة لنا احنا الكوزينة انترنا ذي ما تخرجش البررة، عنا جونا في الكيب ناسيونال اللي يتكلم على أصحابه موش بايرة، هذا منتخب بهم الشأن العام، هي هم الشأن العام، ما يشتا ما يشتا ذي ولا دارك معناه اي اما نحن ش عملنا معنات اللي يقولوا فيه رو غلط تقولي مو صحيح اوكي مو صحيح ما تتقالش. ما نجمش انا مثلا نخدم في جمعية نخرج نتكلم على أصحابي اخي، هو كل ما تنجيه كل كتير ما لازم تكون عائلة واحدة باش تنجح. يما لازم يكون وقت انضباط واحد لما جنود انتم والله العلي العظيم ما منضبطين والله، وعندنا جروب ماهيش عادي ما مشيتش ريزيتا ما مشيتش الكوره، اما كان مشيت شويه الغلطه اللي عملها بلبولي رانا قروا احنا في الفينال في الفينال. حسب رايك علاش قالوا كيك؟ خاطر ما لعبوش نورمال، وهما هم بلوس كو سا زوز ما هم داخلين روحهم في الجروب راه مع تزوز عاملين جو نتاع فرانسيس وترى شنو هو حمدي حبيبي تونسي اي ما هو عامل جو نتاع البر ما هو جو اناتيكا متكبر شوي على اصحابه نقولوا متاكد مش متكبر ما يعرفش يتكبر سوا الحاج، اما ماهوش معناتها ماهوش مدخل روحه معناتها ماهوش ما يتقالش الكلام يتقال كلمه كبير برشا ما يتقالش جبن